هل بالإمكان فهم طبيعة الصراع في اليمن؟ وما هي فرص السلام المتاحة؟ ما هي تصورات الحلول لدى اليمنيين والمجتمع الدولي؟ وكيف يمكن اقتناص فرصة اللحظة الدولية الراهنة الراغبة في طي صفحة الحرب في البلاد؟ أهلاً بكم بين تحديات الحرب وفرص السلام نقاشات وأوراق عمل طرحت اليوم خلال مؤتمر اليمن تحديات الحرب وفرص السلام الذي احتضنته مدينة اسطنبول التركية برعاية مؤسسة توكل كرمان الدولية. المساء اليمني على مدى حلقات عدة أدار سلسلة نقاشات حول يوميات الحرب وتداعياتها وآفاق الحل الممكنة ودور الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين. لكن هذه المرة يبدو أن ثمّة توجها دوليا جادا نحو السلام، وهو ما أشار إليه مزيج من الباحثين اليمنيين والأجانب خلال المؤتمر برغم متانة المجتمع المدني في مواجهة ظروف الحرب، لكن التحدي الراهن يتمثل في توطين نفوذ الجماعات المسلحة والعنيفة. بعد أربع سنوات بات من الواضح أنه لم يعد في أجندة الحرب سوى مزيد من التشظي والتدمير، تتفاقم معه الأزمة الإنسانية وانكشاف المطامع الإقليمية في السيطرة على الموانئ والجزر وفرض الوصاية السياسية على القرار اليمني وإعادة تشكيل الخارطة السياسية وفقا لأجندات السعودية والإمارات. فما الذي تبقى من البل من البلاد لم تطله أدوات الحرب والتدمير أولم يحن بعد وقت السلام؟ نحن الشعب اليمني نتوق إلى السلام. ونريده، وسنصنعه. نحن شعب يستحق السلام. خطوة من أجل فهم طبيعة الصراع في اليمن وتصور السلام، أقيم مؤتمر نظمته مؤسسة توكل كرمان الدولية في إسطنبول بمشاركة باحثين دوليين تحت شعار اليمن تحديات الحرب وفرص السلام. المؤتمر جاء محاولة للفت أنظار العالم إلى هذا البلد المحاط بالأزمات ومحاوله لفهم جذور الصراع واسباب الحرب وتداعياتها ومالاتها تحديات كبيره ومميته يتعرض لها اليمنيون لاربع سنوات لياتي المؤتمر بمثابه نافذه لليمن على العالم ونافذه للعالم على اليمن في محاوله لتفكيك الازمه اليمنيه وعناصرها وابعادها وتعقيداتها الداخليه والاقليميه والدوليه الثورة المضادة كانت أحد أخطر جذور المأساة اليمنية الراهنة عندما عمد أركان النظام السابق وعواصم باتت تخشى حريات الشعوب إلى إعاقة التحول الديمقراطي فعملت جاهدة على وأد طموحات اليمنيين والشعوب العربية وأغرقت البلد في بركة دم مرورا بالانقلاب ودخول التحالف بسطوته في خط الازمه اليمنيه عوامل عده شكلت جذور الحرب واسبابها وانتهاء بتداعياتها التي ادخلت اليمن نفقا مظلما. الكلمات والاوراق المقدمه تطرقت الى ابرز القضايا على الساحه اليمنيه فقد حضرت ثوره الربيع العربي ومشروع فبراير ومخرجات الحوار الوطني وسياسات الجوار الاقليمي الكارثيه واوجاع اليمنيين وحظي الوضع الانساني عامه بنصيب وافر من المداولات. كما حضرت الطفلة أمل كنموذج لمأساة الأطفال اليمنيين فتحدث عنها المنصف المرزوق وأنصح لكن كم كنت أود أن هذا الإعلام يمسك بتلابيب المجرمين لقتلهم تلك الطفلة البريئة جوعا ولا يتركهم لحظة واحدة أليس لهذه البنت بواكي؟ أليست لها أهمية هي الأخرى؟ الا يجب ان تتصدر صورتها صفحه الواشنطن بوست ونيويورك تايمز كل يوم كل يوم اليس على الجزيره ان تضع صوره هذه الطفله كل يوم كل دقيقه كل لحظه من بدايه الحلم الذي جسدته الثوره السلميه التي شكلت طوق نجاه للنفاذ من ازمه النظام الفاسد الى محاوله التحول والانتقال نحو الطريق الديمقراطي عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل اطياف المجتمع وخرج بوثيقه شكلت الملامح العريضه للدوله المنشوده عقد اليمنيون امالهم في العبور الامن الى السلام قبل ان تتلاشى او كادت خلال سنوات الحرب الطاحنه فهل الان الاوان لاستعاده الحلم إذا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي عبد الناصر المودع وهو أحد المشاركين والباحثين في هذا المؤتمر، مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير لكم. أهلاً وسهلاً بك في إسطنبول ومعنا لأول مرة في الإستديو وأنت ضيفنا منذ بداية المساء اليمني عبر السكايب والهاتف أهلاً بك. سعيد أن أكون هنا في الإستديو. أهلاً بك أستاذ عبد الناصر، وبرأيك إلى أي مدى نجح مؤتمر اليوم اليمن تحديات الحرب وفرص السلام؟ في استجلاء جذور الحرب وملامسه الاسباب التي قادت الى هذا المنزلق. يعني كما ذكرت في التقرير انه يعني تظل الازمه في اليمن، الحرب في اليمن في غايه التعقيد. <applause> حتى التوصيف لها هي حرب هجينه ليست حرب اهليه، ليست حرب دوليه، وفي نفس الوقت اطرافها اصبحوا كثر. لم تعد حرب آه كانت حرب أهلية بين طرفين آه بتصارعوا حول موضوع معين يعني لو أخذنا مثلا اليمن في الستينات كان هناك ملكيين وجمهوريين وبالتالي كان حتى بالإمكان تصور بأن هؤلاء ممكن يجدوا صيغة ما للحكم والتعايش وهذا الذي حدث في ما يسمى بالمصالحة في عام سبعين أنه تم مصالحة بين النظامين أو نقول المتحاربين نفس الشيء في بعض الحروب الدولية تكون حرب دولية بين دولة ودولة وبالتالي عندما يتم طرح كلمة سلام الناس أو, أو, أو وقف الحرب الناس تبدأ تستبشر بأنه هناك فرص لحياة جديدة وننهي حالة الحرب والذي تعني الحرب تعني الدمار وتعني لكن في في المعركة في الحالة اليمنية المشكلة أنه عندما نقول اليوم توقف الحرب توقف الحرب في ظل هذه الفوضى هذا ليس وقف حرب هذا هو فقط نقل مربع الحرب سننقلها من هذه المربع إلى مربع آخر ربما يكون أكثر دموية لأنه كيف سيكون أكثر دموية؟ العالم الآن لأن هناك تدخل خارجي لأن هناك أطراف خارجية عين العالم على هذه الحرب لكن إذا غابت الطائرات وغاب العالم الخارجي بتدخله المباشر ربما سنتقاتل فيما بيننا لن ينظر لنا أحد وستكون ربما تكون معارك اشد واكثر عنفا ولن يلتفت لنا احد لانه راح الاهتمام الكبير من الدولي وعين العالم ستغيب وكما هي حال كثير من الحروب الاهليه المنسيه هناك حروب منسية في 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 بعض مناطق العالم حتى احيانا لا تتصدر الاخبار الدولية او حتى الاقليمية وتكون ضحاياها بمئات الالوف يعني في السودان كان في دارفور او كان في جنوب السودان ماسي وصلت القتلى بمئات الالوف ولم نسمع عنهم يعني لانها حروب تظل حروب في في مناطق منسية ومجهولة والعالم يتجاهلها. الان اليمن لان هناك تدخل خارجي ولان هناك ضغوط على الدول الغربيه كونها هي الدول التي بتسلح السعوديه والامارات وهناك احيانا اجندات سياسيه متصارعه في داخل هذه الدول تثار قضيه اليمن نسمعها داخل الكونغرس الامريكي نسمعها داخل مجلس العموم البريطاني هذه الحوارات تدور لان هناك سلاح بريطاني او سلاح امريكي بيذهب للسعوديه، لكن لو اصبحت الحرب فقط بين حوثيين وبين اي واحده من هذه التسميات الموجوده الان عمالقه مش عارف ايش من اسماء وغيرها، لن يلتفت لها احد، وبالتالي الـ 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 الوضع في اليمن يجعلنا عندما يقال سنوقف الحرب، اي حرب توقفها في هذه الفوضى؟ يعني في في هذه الفوضى. وبعد وايضا عندما نقول توقف الحرب ننظر الى خارطه الصراع من هو الاقوى في الوقت الحالي إذن من؟ نعم اذا يعني هل يمكن القول انه بعد اربع سنوات من الحرب رغم آسيها كشفت ربما العديد من جوانب المعضله اليمنيه المزمنه والان بدا يعني او لم يعد يتبقى سوى وصفه الحل كما يقال ليس هناك وصفات حل المشكله كما ذكرتي كشفت هذه الحرب عن ان اليمن في جذور كبيره علينا ان نرجع لها من ذلك مثلا عندنا مشكله شرعيه مشكله شرعيه كل النظم الذي حكمت اليمن كان من نظام يعني حتى النظام الامامه كان الى حد ما شرعيه تقليديه ولكن ايضا كان يعاني لم تكن شرعيه متينه ولكن كان شرعيه تقليديه في الجنوب كانت سلطنات وكانت مستعمرة عدن ومن وراهم الحماية البريطانية قبل الاستقلال إلى حد ما في شرعية لأنه كانت مجتمعات بسيطة بعد الثورة في الشمال أجل الجمهوريين دون حكم جمهوري حقيقي يعني ما معنى جمهورية يعني أن ينتقل آه الشرعية من أسرة معينة إلى رئيس منتخب هذا هي الجمهورية لكن طبعا لا وجود لمؤسسات ولا وجود إمكانيات حكموا العسكر بالتحالف مع القبائل بالتحالف مع رجالات الدولة وموظفي كبار البيروقراطية فشكلوا هذا التحالف هش تحالف هش ولكنه كان بديل بديل عن الانتخابات وبديل عن الديمقراطية ولكن في نفس الوقت هذا كان في أزمة شرعية أزمة شرعية كيف ترجمت ترجمت بأنه كان يتم التخلص احيانا عن طريق انقلابات او عن طريق اغتيالات او عن طريق وسائل اخرى فيها جزء من العنف، رغم انه رغم ان هذه الترتيبات بعضها تمت في اليمن، تغيرات سلميه سهل سلسه في اليمن الشمالي في 74 عندما الارياني استقال ونقلت الى الحمدي، نقلت بشكل سلس، لكن رغم هذا لم تكن هناك قواعد وهذه هذه اكبر مشكله لليمن انه ليس هناك من نظام شرعي يعني ما استطعناش ان احنا يؤسس بطريقه صحيحه يؤسس بطريقه صحيحه، في الجنوب انشانا حكم شمولي بحزب واحد وكان يحدث في داخل هذا راس هرم هذا التنظيم صراع بين النخبه السياسيه يتقاتلوا في كل دوره عنف فيما بينهم وبالتالي في ازمه شرعيه الأزمة الشرعية انسحبت على انه ايضا الى جانب ازمة الشرعية كان في عندنا نقص سيادة، سيادة ناقصة في اليمن منذ 62، منذ 62 اليمن وقعت تحت الهيمنة المصرية، اليمن الشمالي، في الجنوب كان تحت الاستعمار البريطاني، اليمن الشمالي كنا تحت الهيمنة المصرية الى ان انسحب المصريين في عام 67، وبعد ذلك اصبحنا تحت الوصاية السعودية من عام 70 وهذا اثر على انه حتى لم لم تساه لم نستطع ان نطور نظام سياسي لانه ما دام انت تحت وصايه الدوله اخرى تظل للدولة الاخرى اولويات احيانا تعيقك عن ان تطور نظامك السياسي في الجنوب كانوا ايضا بشكل من الاشكال تحت الوصايه ما يسمى كان يسمى حينها بالمنظومه الاشتراكيه وبالتالي لم يتطور نظامهم السياسي وظلوا يعني فاقدي السياده الكامله. بعد الوحده افترضنا باننا دخلنا عهد جديد بدانا متفائلين بان النظام الديمقراطي سيعمل ولو عمل ولو ولو فعلا اشتغل النظام الديمقراطي كما كان يؤمل فكنا حنحل مشكله الشرعيه لكن الذي حدث انه ايضا لا وجود لمؤسسات كانت حقيقيه من دخل في الوحده الطرفين تصارع بعدها بفتره وانتهت بحرب 94 ودخلنا في مشكله جديده في ازمه جديده وهي اضافه لازمه الشرعيه ازمه هويه بدات القضيه الجنوبيه وبدا قضيه ان الجنوب والجنوبيين بدا ان هناك مشكله أن اليمن ليست ذات هويه سياسيه واحده وصار ان هناك هويه جنوبيه تشعر بانها مهمشه مستبعده، كان هذا الشعور حقيقي او غير حقيقي، لكن دخلنا ايضا في ازمه. علي عبد الله صالح بطريقه حكمه قام وضع صاغ لنفسه نظام سياسي شبيه بالنظام التحالفات الذي تم من بعد ثوره 62 مشايخ على عسكر لكنه في لحظه ما هذا التحالف الذي كان واسع القاعدة عنده قاعدة نعم. واسعة بدأ يضيق عندما بدأ مشروع التوريث وعندما ضاق بدأ من داخله يتآكل, يتأكل نعم. ويتخلخل إلى أن أدت ثورة 2011 نعم إذن يعني الآن نتكلم بسرد تاريخي نعم. لنكشف أنه مشكلة اليمن مشكلة عميقة أبعادها كثيرة وبالتالي هذه المشاكل العميقه في داخل جوهر الدوله والنظام السياسي انعكست فيما بعد الى ان وصلنا الى حاله الفوضى الراهنه الذي نعيشها نعم اذا اسمح لنا ان تنضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ هنا صالح عضو مجلس اداره مؤسسه توكل كرمان الدوليه من اسطنبول مساء الخير استاذ هنا مساء النور هلا آسيا اهلا بك وبدايه يعني كاداره وعقب الانتهاء من المؤتمر كيف تقيمين سير وتحضير هذا المؤتمر وطبيعه اوراق العمل المشاركه ومدى استجابه الاستجابه والتفاعل في البدايه اعتقد ان الحضور كان صراحه على مستوى الحدث اليمن كما بات يعرف الجميع بانه يمر باسوا باسوا كارثه انسانيه وعليه كثير من المهتمين والمتابعين للشأن اليمني حرص على الحضور وعلى المشاركة الأكثر من ذلك هناك كثير من الأخوة ومن الجاليات العربية تواصلت معنا تطلب من الإذن بالحضور وصراحه كان هذا الموقف كان له بالغ الاثر علينا ويعني ابرز تلك الجاليات كانت الجاليه الصوماليه يعني التي كانت حريصه ان تعرف ماذا يحصل في اليمن وتكون مطلعة على التفاصيل الجاليه التونسيه الجاليه السوريه وغيرها طبعا الحضور الرسمي التركي كان ايضا متواجد بعدد كبير ايضا اعضاء عدد كبير من اعضاء البرلمان التركي كانوا ايضا متواجدين سفير الجمهوريه التركيه لدى اليمن الذي كان حريص ايضا على حضور جميع المناقشات وعرض اوراق العمل. الحضور اليمني الكبير ايضا من مختلف التوجهات، حضور طلاب اليمن مختلف المحافظات التركيه، صراحه كان حضور اليوم اكثر من التوقعات الحمد لله. لا. بالنسبه للاوراق العمل طبعا العنوان الرئيسي كان هو اليمن تحديات الحرب وفرص السلام موضوع كان كبير وشائك ولكن كانت أوراق العمل ألمت بجانب كبير من هذا العنوان تضمنت الورقة الأولى جذور الصراع وأسباب الحرب والورقة الثانية ما في ميزان الصراع الإقليمي وأيضا دور الجماعات الدينية في الصراع حالة حقوق الإنسان في اليمن في ضوء الحرب، أيضا المسؤولية الدولية تجاه المسألة الإنسانية في اليمن، وأيضا عمل المنظمات الدولية في اليمن، مستقبل المصالحة الوطنية على ضوء تجارب دولية. كثير من الخبراء الأجانب واليمنيين يعني والمتخصصين في الشأن اليمني من من أمريكا من من أوروبا كانوا متواجدين وحاضرين. وكانت اللغات الرسميه حاضره ايضا العربيه والانجليزيه والتركيه بشكل عام يعني كتنظيم نحن راضين الحمد لله على هذه التفاصيل يعني واتمنى ان يكون بالغ الاثر يصل الى المستهدفين ان شاء الله نعم اذا ما هي الضروره التي استنعت استدعت انعقاد مثل هذا المؤتمر الوضع الانساني في اليمن يستدعي كثير من المؤتمرات ليس مؤتمر يعني واحد او اثنين في السنه صراحه القضيه بما فيها من تفاصيل القضيه اليمنيه بما فيها من تفاصيل لا شك انها تحتاج الى كثير والكثير من انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي تسلط الضوء على 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 الوضع الانساني بشكل اساسي ومن بعدها الازمه السياسيه الدائره لا شك إنه الإعلام له دور بارز في الحد من الآثار الإنسانية المتدهورة، فيعني جانب إلى الحد من من الأوضاع السياسية أيضا. الوضع الانساني يحتاج الى عمل عملين متوازيين في نفس الوقت وهو العمل الاغاثي والعمل الاعلامي بدون التسليط الاعلامي للقضايا لا يمكن لنفس انظار المجتمع الدولي للمشاكل والقضايا والتدهور الحاصل في اليمن يعني حقيقه انه تناول الاعلام العالمي للقضيه اليمنيه ما زال ليس سيء فقط ولكنه اكثر من ذلك ربما بدا الان يلتفت الاعلام الدولي بعد موت الطفله آمل حسين والتي تصدرت صحيفه الواشنطن ولكنها كانت مره واحده وذهبت يعني مثل ما تحدث الدكتور مصطفى المرزوقي هذا المؤتمر وغيره يعني هو مساهمه في تسليط الضوء على هذه الكوارث ومحاوله من خلال التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر محاوله على ابقاء هذه القضيه حاضره في الاعلام العربي والعالمي نعم اذا نبقي معنا قليلا استاذ هنا سعود اليك استاذ عبد الناصر يعني خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات ربما يعني من وجدها انها توصيات كبيره كيف يمكن تحويلها الى واقع ممكن يعني دعني اقرا الاسس الرئيسيه او العناوين الرئيسه اولا احترام السياده اليمنيه ثانيا الانحياز الانحياز للدوله اليمنيه ثالثا عدم التنازل عن العداله رابعا تحسين الوضع الانساني والاستفتاء على مسودة الدستور وإجراء الانتخابات المختلفة وإبقاء الحالة اليمنية تحت الملاحظة الدولية إلى أن ترجع انتخابات وفق الدستور الجديد يعني هل يمكن تنفيذ مثل هذه المخرجات خاصة إذا من سيقوم بعمل ذلك من سيحترم السيادة اليمنية من سينحاز للدولة اليمنية من سيقوم بإجراء أو استفتاء عن الدستور وما إلى ذلك يعني هذه المطالب طموحة جدا في ظل الواقع اليمني الآن اليمن هي عمليا تحت الوصاية الخارجية، من يقوم بتنفيذ الحصار، من يقوم بتقرير تحريك الجبهات، يعني هو العالم الخارجي السعودية والإمارات، وبالتالي عمليا السلطة الشرعية التي يعترف بها العالم هي تحت سيطرة مباشرة و تقريبا كامله من قبل السعوديه ومن قبل الامارات لا. وفي هذه الحاله السياده اصبحت مخترقه من سؤال مهم جدا يعني من الذي الان سياتي ليعيد لنا السياده اذا كانت السلطه الشرعيه هي نفسها من فرطت بهذه السياده وهذه واحده من مشتبه مش ايضا يعني لا يوجد لها قرار من اصله يعني لكن هو في الاخير انت لك قرار لو تريد ان تكون لك قرار يعني في الستينات كان الجيش المصري موجود في صنعاء وكانت الحكومه موجوده حكومه اليمنيه وكان هناك كثير من المواقف لرجال دولة داخل اليمن وقفوا ضد كثير من التوجهات المصريه وقرروا بعضهم قالوا للمصريين ان لم تقبلوا نقدم استقالتنا، هذه واحده من ما تملك من اوراق، هم الان السعوديه والامارات هي دخلت الحرب قانونا بتفويض من هذه السلطه، وبالتالي هذه السلطه لو كان لديها مشروع، لو كان لو كانت تتصف بقدر من النزاهه، لو لم تكن تخاف انه في ملفات كثيره ستفتح لها أو إن لم تكن تخاف من الحنفية التي لا زالت تصب خايفة تغلق عليها تجعلها يعني ضعيفة وذليلة وتحت رحمة الطرف الآخر ولا لو كان لديها مشروع قضية كما ذكرت لك في الستينات كانوا لا يملكوا شيء وكان لديهم قضية وواجهوا المصريين رغم أن المصريين داخل صنعاء ليسوا هم نعم. الذين يقاتلوا في الجبهات وبالتالي استعادة السيادة هو إرادة يمنية إرادة يمنية ليمني حر يقول لهذا الطرف أو ذاك كفى أو لا تتدخل بهذه الطريقة، لا تتدخل باسمي بهذه الطريقة، أنا لا أريد تدخلك بهذه الطريقة، إن يعني كنت تريد تساعدني فساعدني بالطريقة التي أرى بأنها من مصلحة بلدي، لكن لا نتوقع من هؤلاء ان يقوموا الخطوة. بهذا الشيء نعم اذا انقل الفكره للاستاذ هنا استاذ هنا كيف يمكن تحويل يعني لك نفس السؤال الاستاذ عبد السلام يعني هل هل عبد الناصر عفوا كيف يمكن تحويل توصيه مخرجات مؤتمر هذا المؤتمر الذي حدث اليوم الى واقع ممكن خاصه في ظل يعني هل ما زال امكانيه الحديث عن فرص سلام مع الحوثيين قائمه حتى اللحظه حقيقة الهدف الرئيسي هناك كثير من الأهداف من أجل هذا المؤتمر لكن الهدف الرئيسي هو تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي أيضا بجانب الوضع السياسي لكن لا شك بأن التوصيات ليست وصفة سريعة المفعول ولكنها أكيد خطوة من ضمن خطوات أخرى كثيرة يجب أن تتبعها وتسبقها أيضا وهكذا ما اتفق عليه المشاركون يمكن العمل عليه وهذه التوصيات والنتائج وغيرها مرهونه بالنوايا الصادقه من اجل العمل من اجل اطفال اليمن يعني ومن اجل اليمن على الاقل ان لم يعني من اجل المتحاربين الان على الاقل حتى للمستقبل مستقبل يعني اطفال اليمن ربما قد نتفق مستقبلا على خطه سلام من شانها ان تنقذ ابناء اليمن كافه من منا من مننا يريد ان يكون ابنه في المترس يعني دون المدرسة وهذا من أهم أسباب خلافنا مع الانقلاب الذي حول كثير من المدارس إلى مدارس سواء بالشكل الفعلي أو أو المعنوي على ما أقصد. م. عموما نحن نعمل ما يجب علينا أن نعمله ونرجو ونتطلع من البقية بالطبع بما عليهم فعله يعني نحن نقوم بخطوة في الطريق الصحيح أنا ما أعتقد. نعم. يعني كيف يمكن أن نساهم هذا المؤتمر في إبقاء القضية حاضرة لدى المجتمع الدولي؟ اولا اعاده القضيه اليمنيه والوضع الإنساني في اليمن إلى صدارة الأخبار والإعلام العالمي تحقق إلى حد ما من خلال هذا المؤتمر اليوم الحمد لله الآن يجب أن نبني على هذه الخطوة كان من الأهداف الأولى التي عملناها في بداية التخطيط لهذا المؤتمر هو كيف أن نبقي القضية حاضرة في الإعلام يعني وهذا من خلال كثير من الأوراق التي عملناها وطبعناها ووزعناها وأيضا من خلال المواد التي نشرناها في لدى القنوات الفضائية والصحف العالمية وبقية وسائل الإعلام هذا المؤتمر أنا أؤكد أنه في الأخير هو خطوة من ضمن عشرات أو مئات الخطوات التي يجب أن تتم يعني ما تم اليوم الحمد لله كان حقق كثير من من الاهداف التي وضعناها وعليه يجب ان نبني الان على هذا النجاح خطوات اخرى لاحقه. اذا شكرا جزيلا لك استاذ هنا صالح عضو مجلس اداره مؤسسه توكل كرمان الدوليه كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول عد لك استاذ عبد الناصر استاذ عبد الناصر يعني طالما والحديث عن مخرجات ربما وجدت انها متفائلة أو بعيدة المدى لنقل يعني إلى أي مدى تبدو الظروف مواتية الآن للحديث عن مصالحة وطنية تحت وطأة المأساة الإنسانية مصالحة وطنية بين من ومن نحن أمام مشاريع صفرية الحوثي تحديدا لديه مشروع صفري لا يقبل المشاركة ولا يقبل أي شكل من أشكال أن يكون ضمن محصصة سياسية مشروعه أصلا مشروع خارج التاريخ الحديث لليمن يعني هذا المشروع ممكن قبل سبعين سنة قبل مئة سنة يكون له مكان لكن هذا المشروع هو انقلاب لما تم البناء عليه البناء السياسي عليه في الشمال من خمسين أو ستين سنة وفي الجنوب يمكن لفترة أعمق من ذلك وبالتالي هنا مشكلة جوهرية فيما يتعلق في الموضوع السياسي، لكن أهمية مثل هذه المؤتمرات الجانب الإنساني إنه التركيز على الجانب الإنساني، في اليمن الحرب حتى الآن لا تبدو بالضراوة التي هي عليها في مناطق أخرى كما الحال في سوريا وغيرها. لكن الجانب الإنساني هو هو أسوأ بكثير يعني الحرب ك عمليه فنيه طرفين بيتقاتلوا هي محدوده رغم انه هناك ضحايا لكن نقول ليست بالكثره لكن الوضع الانساني هو سيء بكل المقاييس حتى مع هذه الدول والسبب انه قضيه الرواتب يعني هذا هذا الجانب تم استخدام هذا الجانب وتحدثنا والاخرين تحدثوا لا تنقلوا البنك المركزي الا اذا لديكم بديل لانه اذا نقلتوا البنك المركزي بدون بديل، حتحرموا الناس من رواتبهم. كان بالإمكان الوصول إلى صيغة مع لا. لأن الرواتب هذه واحدة من الذي زادت كوارث المجتمع. نحن نتحدث على ستة مليون نسمة تقريبا من مليون موظف بيعتمدوا على رواتب منتظمة شهريا، هذه انقطعت عليهم، وبالتالي أنت خلقت كارثة كبيرة. كان الآن ينبغي العمل على أننا نخفف من الكارثة الإنسانية. إذا لم نكن قادرين على وقف الحرب لأن وقف الحرب أكثر تعقيدا من معالجة الوضع الإنساني، لن نركز على الجانب الإنساني، يعني واحدة من مزايا هذا المؤتمر أن يركز على الجانب الإنساني لأنه بالإمكان أنه يصرف رواتب الموظفين لو تم ضخ أموال من قبل السعودية، من قبل الإمارات، ضخ أموال حقيقية لاستمرار رواتب الموظفين والموظفين هنا إعادة الخدمات من الممكن من الممكن إعادة كهرباء <applause> الغازية في مارب وإيصالها إلى بقية المناطق كما كانت يعني شبكة الطرفين المتحاربين يتعهدوا بأنهم يحموها من وبالتالي إعادتها يعني بالإمكان معالجة بعض القضايا الذي ستخفف من لكن لا لا احد يعني يهتم ان تقول يعني معالجه بعض القضايا ستخفف من اجل تخفف معاناه المواطن لا احد يهتم بهذا المواطن يعني هذه, هذه المشكله ولا ولهذا هذه هذه المؤتمرات والدعوات ينبغي ان تظل تضغط على من يضغط على صانع القرار لانه في الاخير هناك صانع قرار احيانا يتخذ القرار اما عن عن عمد رغم اعتقادا من ان الضغط الانساني سيحقق له انتصار عسكري او من خلال الشعور بعدم المسؤوليه والاستهتار بارواح الناس، فالضغط على هذا الذي اتخذ هذه القرارات الخاطئه، القرارات السيئه، الضغط عليه بان يعدل من هذه السياسات وبان يتخذ سياسات معينه، وهذا ممكن يعني اعتقد يعني خاصه الان الظرف الدولي بدل ما يتم الحديث الان انه خلال شهر يوقف الحرب. يعني كلام يبدو غير واقعي، واي حرب ستوقفها؟ ستوقف الحرب ضرب الطيران، وماذا عن الارض يعني؟ حتترك الحوثي فرصه لانه لو الان توقف الغطاء الجوي في مناطق الساحل الغربي. انا يعني تقديراتي ان المساله لن تاخذ اسابيع قبل ان يستطيع الحوثي ان يستعيد الخوخه والمخا واجزاء كبيره من من هذه المناطق، وبالتالي انت ستفتح الطريق للحوثي ليستعيد قوته ويستعيد نشاطه. وهذا ليس حل ستخلق أنت كارثة كوارث أخرى أسوأ من الكارثة الحالية وبالتالي لا ينبغي أن تكون الحلول هي ترحيل الحل إلى مشكلة أخرى أو أن يكون لديك مشكلة يعني مثلا الآن أمريكا والدول الغربية جزء من المشكلة هي مشكلة داخلية أنه في عليهم ضغوط من المشرعين وضغوط من جماعات حقوق الإنسان وغيرها بأنكم بتساهموا في هذه المأساة الإنسانية أوكي إحنا سنوقف الدعم عن الطيران أو نضغط على السعودية والإمارات يتوقفوا عن القصف الجوي بعد ذلك يتحارب اليمنيين وتكون مأساتهم أكثر في هذه الحالة حتى لن نجد صوت يتحدث عن هذه المأساة لهذا أقولنا أنه بالإمكان وهذا يعني ما ينبغي على السياسيين ما ينبغي على الإعلاميين التركيز عليه بالإمكان الحديث عن أنه حلوا كثير مشاكل معروفة معلمين لا يصرف لهم رواتبهم وكيف تشيل مدارس الشغل موظفي الصحة لا تصرف لهم رواتبهم وكثير من المستشفيات معطلة خدمات الكهرباء خدمات المياه كثير من الخدمات بالإمكان تفعيلها يعني ليست المسألة معجزة وبالإمكان أيضا التفاهم مع الطرف الآخر حولها لأنها أيضا ليس لها قيمه عسكريه في بعض القضايا ممكن الطرفين بضغط خارجي عليهم من هنا ومن هناك ان يتفقوا عليها بدل ما نكون طموحين جدا لمطالب لن تتحقق نفكر فيما نستطيع ان نحققه ونخفف نحن الان نتكلم عن تخفيف هذه الكارثه الانسانيه على حوالي 30 مليون انسان في اليمن بيعانوا بدرجات مختلفه نعم، إذا اسمح لنا عبد الناصر أن نذهب إلى هذا الاستطلاع الذي ذهبت إليه كاميرة بلقيس، وأخذت آراء بعض المشاركين والحاضرين في مؤتمر اليمن، فرص تحديات الحرب وفرص السلام. نحن نلاحظ ان هناك يعني دعوات صريحة لكل الاطراف المتناحرة في اليمن الكلمة الاصح المتناحرة فهناك طلب من السعودية للتخفيف او لتوقيف ضرباتها الجوية على اليمنيين وخاصة المناطق المدنيين هناك ايضا طلب من الحوثي للكف عن المناورات او ارسال الصواريخ للحدود سواء الاماراتية او المواقع سواء الاماراتية او السعودية نحن هنا لنجدد دعوتنا من اجل ايقاف الحرب على اليمن، نحن هنا من اجل دعوة المجتمع الدولي بأن تكون دعواته الأخيرة في إيقاف الحرب على اليمن تكون جادة، لأن تبعات استمرار الحرب كبيرة جدا على الإنسان اليمني، على الجغرافيا اليمنيه، على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. لا لا يمكن للمجتمع الدولي ان يستمر في تجاهل اليمن وهكذا وجعلها ارض منسيه وقضيه منسيه. مع الاسف خلال السنوات السابقه لم يكن لا المجتمع الدولي ولا الاطراف العربيه وخاصه التحالف العربي لها اي نيه في انهاء هذه الحرب بالعكس كان الشعب اليمني يدفع ثمن باهظا الحقيقه. لكن في يعني الاونه الاخيره وخاصه بعد تصريح وزير الخارجيه الامريكي بومبيو عن مقترح لانهاء هذه الحرب في اليمن المقترح لم يطور الى الان لكن اذا طور المقترح الى مبادره تحت رعايه الامم المتحده وبدفع امريكي وبضغط امريكي نعم يمكن ان نقول ان المجتمع الدولي بدا يحس ب او على الاقل بدا يعني يبذل جهدا لانهاء هذه الحربه، الحرب الكارثيه الداميه على الشعب اليمني. اذا عود اليك استاذ عبد الناصر، يعني والجميع يتحدث عن الضغوط الدوليه المتصاعده لايقاف الحرب، برايك كيف يمكن استثمار مثل هذه الضغوط على نحو ينهي المأساة الإنسانية وأن يحولها إلى دعوات جادة لتستجيب لطموحات اليمنيين في إيقاف الحرب واحترام تضحياتهم. يعني حنعود إلى نفس الدائرة المفرغة أنه ما نقصد بوقف الحرب ومن هي الأطراف وما هو المشروع الذي سيجمع الجميع بشكل ما الحل لا تعتقد عند هذه النقطه استاذ عبد الناصر حتى لا ندور كما قلت في دائره مفرغه لا تعتقد ان المجتمع الدولي اذا ما قرر انهاء الحرب في اليمن اليس قادرا على ذلك يعني نظريا صحيح لكن هو يستطيع يوقف الحرب الحرب الذي فيها مشارك خارجي مباشر وهي السعوديه والامارات يمكن يعني أمريكا لو أرادت وتدخلت بكل ثقلها تستطيع أن لا يوجد لها تأثير <applause> على الحوثيين لا يوجد لها تأثير خاصة الحوثي هو ماسك الأرض والذي يمسك الأرض لا يتخلى عنها هذا يعني خبرة دون مقابل دون مقابل أو إجبار يعني الذي حدث في الدول الذي حدثت فيها منازعات مثل في البلقان البوسنة والهرسك وغيرها من دول البلقان تدخل المجتمع الدولي وضع قوات على الارض اجبر المتنازعين على القبول بمقترحات السلام هذا الامر ممكن لكن انا اكد لك في لن وقع في واقعنا لن يرسل احد جنوده الى اليمن اليمن بلد صعبه ومعقده وخطره وت تحتاج ليس إلى خمسة ألف وعشرة ألف ليجبر المتحاربين أنت تحتاج إلى مئات ألوف خاصة أن الطرف الآخر الطرف الحوثي هو طرف منفلت إلى حد كبير يعني الحوثي هذه جماعة معزولة صحيح لها علاقات بإيران لكن أيضا الحوثي يظلوا حلفاء مع إيران ليسوا, ليسوا هم يعني موظفين عند الإيرانيين يعني نكون واضحين يعني الحوثيين لديهم نفوذهم المحلي ولديهم أجندتهم الخاصة وهم آه لن يكونوا لو أرادت إيران فقط أن تأمرهم لن ينفذوا كما تريد إيران وبالتالي هذه الجماعة المعزولة الصغيرة يعني هم أشبه بداعش أو هذه الجماعات يعني داعش ماذا حدث؟ تدخل العالم وتدخل وأحيانا كان كارثي في, في الموصل وفي آه شرق سوريا وغيرها تدخل العالم ليخرجهم من الذي سيت يعني اذا اذا نريد ان يتدخل العالم يعني من نريد حرب يمكن اشد ضراوه من الحرب الحاليه ليتدخل ليخرجهم، فعندنا احنا عندنا مشكله يعني مشكله التشخيص، المشكله الان التشخيص في الغرب وفي اطراف كثيره وهذا الايرانيين واللوبي الحوثي ساهم فيه، كيف صوروا؟ صوروا انه هناك معركه سعوديه مع الحوثيين. وأن هناك، ولهذا الآن الترتيبات يقول لك يعني وضع منطقة عازلة داخل اليمن، نمنع الصواريخ على الحوثيين، وكان القضية قضية أمن السعودية، ونحن اليمنيين الحوثي خلاص يعني قالوا محكوم علينا أن إحنا نظل تحت سلطة الحوثي. أيضا في تشخيص بأن الحوثي هذا بيمثل أقلية وليس حركة سياسية. الحوثي حركة سياسية. حتى لو كانت بتستمد من المذهب الزيدي لكن ليسوا الزيود بالمعنى هذا، آه. ليسوا الزيود حوثيين، لكن في ذهن الكثيرين وهذا وصلوها الحوثيين، وصلوا للعالم ان احنا اقليه مهضومه ظلوا يحاربونا وظلوا يشنوا علينا الحروب ويمنعونا من ان نعبر عن ثقافتنا وعن هويتنا الخاصه وغيرها من الادعاءات التي يدعونها، فعندما يسمع الغربي ويشوف ايضا الطرف الثاني بيسلك سلوك سيء وليس لديه حضور وليس لديه مشروع في في مع الحوثي ويعتقد انه هذه جماعه من حقها ان حتى كما قال وزير الدفاع الامريكي ننشئ حكم ذاتي، حكم ذاتي لمن؟ ان تقسم اليمن يعني هذه هذه صيغه كارثيه ان تعطي للانفصاليين حكم ذاتي هنا وتعطي للحوثي هنا وتعطي للاصلاح هنا وتعطي للسلفيين هنا، يعني هذه صيغه صيغه كارثيه يعني حرب تكون اسوء من الحرب الحاليه <applause> فلهذا التشخيص السيء بيجعل احيانا اقتراح حلول تتناسب مع هذا الاقتراح السيء العالم لا يتفهم بانه نحن لدينا مشكله كيمنيين مع هذه الجماعه هذه الجماعه كان هناك تسويه سياسيه بغض النظر عن كثير من عيوبها هؤلاء دخلوا ألغوا هذه التسوية السياسية ألغوا أسس الدولة هذه الدولة أسست 62 وعام 90 62 بنظام جمهوري و90 بالوحدة وما يسمى الديمقراطية مهما كانت سورية لكن هؤلاء أجوا عندهم مشروع يعيدنا إلى أنه عنده وصية وجده فلان الفلاني ومعه وصية بناء وأنه يحكمنا وفق هذه الوصية يعني نظام يعني خارج التاريخ العالم ما بنظرش لهذه التعقيدات لكن هذه هي مشكلتنا احنا كيمنيين وعلينا نظل نصمم على انه احنا عندنا مشكله مع هكذا حركه اذا ما هو الحل من وجهه نظرك يعني مع جماعه مثل هذه التحالف ربما استنفذ كل اوراقه العسكريه والسياسيه لا حكومه شرعيه موفقه كل التحالف ارتكب اخطاء كثيره نعم ارتكب اخطاء كثيره اولا بالغ في استخدام القوة في غير موضعها قام قصف مراكز مدنية جسور بيوت عزا وغيرها من الأخطاء الكثيرة الذي حملته حملته ولم تفيده بالمرة التحالف أيضا لم ينشئ أو لم يساعد على إنشاء دولة دولة سلطة شرعية تمارس السلطة يعني 80% نظريا ليست تحت سيطرة الحوثي ومش قادر تحط لي تحت سيطرة الشرعية أيوة وما تستطيعش أنك تطرح لي في هذه الثمانين في المية مئات الأمتار يمارس فيها الرئيس والحكومة سلطاتهم الحكومة نسمع أن الحكومة عندما تريد لا عدن قالوا تفاهموا مع الإمارات أي حكومة أو أي دولة ترضى لنفسها بأنها حتمارس السلطة بعدما تفاهمت أنها تدخل أو تخرج بموافقة الآخر يعني هذه مش حكومة وبالتالي التحالف هنا 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 المشكلة المشكلة أن التحالف ارتكب أخطاء كثيرة لم يوجد شرعية لم يوجد دولة تواجه انقلابيين أوجد ميليشيات تواجه انقلابيين أمام العالم بيشوفوا والله الحوثي عدو بتصرف كدولة بينما الطرف الثاني عبارة عن قطيع من الفوضى وبالتالي كيف نتعاطف معك وكيف نؤيدك لتستعيد شرعيتك ما هي شرعيتك ما هي شرعيتك يعني هذا سؤال يعني أين شرعيتك أين عملك الذي نقول أنه أنت البديل عن الحوثي ونفس الشيء الداخل, الداخل اليمني كثير من, من اليمنيين لما يشوفوا عدن يشوفوا تعز يشوفوا المناطق التي أصبحت خارج سيطرة الحوثيين وهي مسيطرة عليها من قبل عدد كبير من الميليشيا يقول لك لا على الأقل أنا معي جني واحد ولا عشرين جني يعني طرف واحد تعامل معه وبالتالي هنا هذه المشكلة ونحن كيمنيين علينا أن نركز أنه عندنا مشكلة في الشرعية اللاعب الذي يمثلنا إحنا الآن نفترض أن إحنا بنلعب لاعبين الحوثي لاعب فريق ونحن فريق الذي يلعب معنا فريق خاسر وبالتالي التفكير في تغيير الفريق الخاسر تغيير فكرة الفريق هذا وإعادته ليلعب لعبة صح في هذه الحاله نكون بدأنا في الطريق الصح لكن يعني. نحن لسوء الحظ لازلنا نسير في الطريق الخطا للاسف الشديد نتمنى ان يجد اليمنيون طريقهم الصحيح شكرا جزيلا لك عبد الناصر المبدع المحلل السياسي وشكلكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لان التقيكم في مساء يمني جديد في الاسبوع المقبل كونوا برعايه الله وامنه